أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هنأ جلالته فيها بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في إطلاق القمر الصناعي خليفة سات كأول قمر صناعي إماراتي محلي الصنع، مشيدا جلالته بهذه الخطوة المتقدمة التي تعد نقلة نوعية في توجه دولة الإمارات لتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية. وأثنى جلالته خلال الاتصال الهاتفي على فكرة واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال من خلال الاعتماد على خبرات وأياد محلية، مشيرا جلالته إلى أن هذا الإنجاز العالمي العظيم يسجل في التاريخ العلمي والتكنولوجي ومحل فخر واعتزاز الأمتين العربية والإسلامية. وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار.